كابتن طارق، وحشنا والله. الله يخليك يا حبيبي، انت وحشنا كتير. الله يخليك يا كابتن طارق، ومبروك الحاجات الحلوه والصفقات الكتيره اللي حصلت في مصر المقاصه السنتين اللي فاتوا، حاجه جميله. وطبعا يعني مش عايزين نمسك الخشب، لكن بنقول مش عايزين نحسد، عفوا، نمسك الخشب على النجاحات اللي اتحققت. طبعا انت حضرتك انت المؤسس الاساسي طبعا للحاجات دي كلها كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي، كتر خيرك. كابتن وليد، اخر اخبار ميدو جابر بالتحديد؟ يعني بص اقول لحضرتك حاجه، وبصراحتك زي ما انت زي ما انا عارف عنك يعني. لا حضرتك طبعا انت عارف كانت كل الاحتمالات مطروحه في الفتره اللي فاتت يعني. الا يمكن ميدو، يمكن اول امبارح كان غالبا كان في برضه جلسه من مسؤولين من نادي الزمالك وميدو. ايه؟ لكن هو ميدو طبعا يعني من جهته مش يعني مش عايز ياخد يعني يروح مثلا ايه نادي الزمالك، هو بيحترم طبعا نادي الزمالك وكده يعني. فبالتالي بقى احتمالين دلوقتي يا كابتن طارق موجودين. احتمال يا اما يستمر في المقاصه يا اما يروح النادي الاهلي. فديت تعرف حضرتك طبعا المفاوضات والحاجات ديت كلها بتبقى مع الاداره، واحنا انت عارف بنبقى منفذين لقرارات الاداره يعني. المفاوضات طبعا بتبقى مع سياده اللواء محمد عبد السلام ومع الاستاذ عمرو مصطفى. بس هو كان في جلسه ما جمعت ما بين مسؤولي نادي الزمالك وميدو جابر منذ ايام يا وليد، ومعرفش انت عارف فيها ولا لا، بس اكيد انت عرفت يعني. يعني تمام. هل الزمالك في الصوره بشكل كبير؟ انت بتاكد لي دلوقتي ان هو هيروح الاهلي. لا انا بقول لحضرتك، هو حضرتك كان كل الاحتمالات مطروحه، الى ان اللاعب بلغ الاداره بان هو يعني رغبته انه يستمر في نادي المقاصة او ينتقل للنادي الاهلي. يعني دي رغبه ميدو جابر، الانتقال الى الاهلي او البقاء في المقاصة. تمام يا كابتن. طبعا رغبه اللاعب على فوق كل اعتبار اكيد يعني. حضرتك عارف انه ما نقدرش، لازم تتلاقى الارادتين، اراده اللاعب والنادي في اي تخليص اي ديد بين النادي والاخر، اذا كان عايز يبيع يعني سواء انه هيتباع او ينتقل بالاعاره يعني. واحمد الشيخ داخل في الصفقه ولا مش داخل في الصفقه يا وليد؟ بص حضرتك، هو احنا خلصنا احمد الشيخ قبل ما الصفقه تخلص عشان تكون في الصوره يعني. يعني انت خلاص احمد الشيخ رجع المقاصه تاني؟ قبل يعني يعني هو بنسبه 99%. اعاره ولا بيع وشراء ولا ايه؟ لا لا اعاره، احنا خلصنا احمد الشيخ اعاره دون النظر عن صفقه ميدو هتخلص او ما تخلص يعني. يعني مالهاش علاقه يعني. انت عارف حضرتك ان احمد الشيخ يعني يعتبر ايه بيرتاح نفسيا معانا يعني. طبعا. وحصل اتصال بيننا وبينه كان قبل السفر للمغرب وكده، وبعد ما رجع من المغرب كان في برضه اتصال، وكان في جلسه مع الاستاذ محمد نجم ووقع على العقود الاعاره، و يعني يعتبر دي شبه خلصت يعني. خلاص يعني. باذن الله يا كابتن. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد هويدي، مدير الكوره بنادي مصر المقاصه. وفعلا بيؤكد ميدو جابر سينتقل النادي الاهلي بناء على رغبته او البقاء في مصر المقاصه، ده اللي قاله وليد هويدي. واحمد الشيخ اصبح لاعبا في نادي مصر المقاصه على سبيل الاعاره، وكده يمكن اصبح نادي الزمالك خارج صفقه ميدو جابر بناء على رغبه ميدو مش بناء على رغبه حاجه. ولكن الايام